ده سؤال برضو مهم، عن حالة، عن واحد بيسأل: هل يمكن أن يتركب له دعامة مرنة قابلة للثاني رغم أنه لا يستجيب للحقن الموضعي؟ يعني هو جرب حقن الموضعي و يعني عنده اعتقاد أنه الحقن الموضعي طالما فشل يبقى إذن برضو الدعامة لن يكون لها نوع من النجاح، لأنه ما حصلش أي تمدد للجسم الكافي، ومتخيل الجسم الكافي حصل فيه تكلس مثلا. تمام تمام، هو التصور ده اللي بيخلينا برضو النادي بأن احنا نبطل حقن موضعي، لأنه فعلا بيعمل تليف في الأنسجة. هو ليه حل بالنسبة لنا، يعني ينفع يتعمل له دعامة وكل حاجة، ولكن بتبقى صعبة كإجراء، ولها مشاكل من ناحية أن زي ما هو متخيل كده أو زي ما هو شاف بعينيه أن الأنسجة بقتش تتمدد بالشكل الكافي، فهتبقى بالنسبة له حتى بعد ما نعمله دعامة لو نجحنا فيها بعد الصعوبات اللي هتقابلنا، هتبقى مش مدياله اللي هو عايزه. هو عايز يشوف حجم العضو بتاعه أيام ما كان في الانصاب الحقيقي، مش هيشوف الكلام ده، لأن العضو بيبقى قصر نتيجة للتليف اللي موجود. الدعامة نفسها مش هتبقى ثابتة في مكانها نتيجة لأن مفيش توازن في الشد على أطراف الدعامة من أعلى ومن أسفل، لأن التليف بيجي في مكان دون الآخر، يعني مبقاش متناسق في العضو ككل، هي حتت متليفة شدة الأنسجة، الحتة التانية مفرودة، فالدعامة لما بتركب بعد كده بيشتكي منها، ممكن تلف، ممكن تسقط، ممكن الطول مش مناسب، مش عارف يمارس بيها إلى آخره. وبالتالي من هنا نداء برضو نقول له أنت تصورك حقيقي، وبالتالي لا تلجأ إلى الحقن الموضعي، وانصح غيرك بالابتعاد عن هذا الموضوع حتى لا يصاب مثل ما أصبت.